يتزامن مرور عام على قتل قاسم سليماني قائد لواء القدس الإيراني مع اقتراب مغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البيت الأبيض. كيف سيتفاعل هذان الحدثان في المنطقة، خصوصاً بعد اعتزام الخارجية الأمريكية تصنيف ميليشيات الحوثيين اليمنية منظمة إرهابية، الأمر الذي عده مراقبون تكثيفاً للضغط على طهران؟ هذه المحاور تأتيكم في برنامج حديث العرب بعنوان أمريكا وإيران قبل رحيل ترامب.